لا، لم تستعد إيمان الكفيفة بصرها. تقول إنها استعادت حياتها، ثقتها بنفسها. جهاز برايل سانس الصغير هذا، كل شيء فيه مجهز لتسهيل استخدام الكفيف لتكنولوجيا الاتصال. تستخدمه إيمان لفك عزلة فرضتها عليها إعاقتها، ورصد آخر التطورات التكنولوجية التي قد تجعل ممكنا حلمها بغد أفضل. أنا كمان حتى بتمنى أن يصير في سيارة على الصوت، ولذا ساعتها نحن بنصير مستقلين، يعني استقلال تمام، يعني نبطل محتاجين حدا أبدا. نحن في مركز مدى لتكنولوجيا المساعدة بالعاصمة القطرية الدوحة، مركز يعمل بفضل جهود مشتركة غير مسبوقة بين المؤسسات الحكومية والخاصة. يرعى منذ سنوات كل مشاريع تطوير تكنولوجيا المساعدة، من تعريب لبرامجها وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدامها، دون أن يخفي القائمون عليه حرصهم على إيصال هذه البرامج والأجهزة باهظة الثمن لأكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة. علشان أخدم فئة كبيرة أو شريحة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يجب أن تكون عندي الإمكانية الكافية عشان توصل هذه الخدمة للمجتمع، وما أكون مقصرة من هالناحية هذه، لأن قد ما احنا نقصر على ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا بنخليهم مثل ما نقول ورانا. وبالفعل بدأ مركز مدى يقطف ثمار جهوده. أصبح بإمكان المستفيدين من خدماته الاستغناء عن الغير في تسيير شؤون حياتهم اليومية. الاستقلالية هي الكلمة السحرية التي توفرها تكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة. مركز مدى لتكنولوجيا المساعدة هنا في قطر مركز عادي، بل فضاء مغلق حتى، ولكنه يفتح نوافذ لا تعد على العالم الخارجي وعلى المستقبل. أمام شاشة من نوع خاص يجاهد محمد العلي للتركيز لضبط حركة عينيه على الحروف التي يريد كتابتها وينجح. جهاز الاي جيز يتلقى تعليماته من نظرة العين ويترجمها إلى حروف ومعان، لطالما أراد محمد العلي إيصالها إلى ذويه. أنا أحب جزاع. أمل ونس، الجزيرة، الدوحة.